وبسرعة نروح نعرف حالة الجو مع الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية. برحب بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهم الملاحظات الخاصة بحالة الجو النهاردة. يعني احنا النهاردة ان شاء الله وغدا ايضا عندي طقس مائل البرودة شمالا، معتدل جنوبا نهارا، ولكنه شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، بيصل الى حد صقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وبنحذر من الشبورة المائية في الصباح الباكر، وبتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، بيصحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح بالنسبة للرياح فهي معتدلة ولكنها بتنشط على خليج السويس. صباح الخير يا دكتور، وعايزين برضو نطمن مشاهدينا لو هيكون في أمطار أو هيكون في يعني رياح باردة أو صقيع في الفترة القادمة. طبعا زي ما قلت لحضرتك، هو انا عندي بس هو النهارده والجمعه والخميس والجمعه الجو ان شاء الله حتى لو في امطار فامطار خفيفه على الساحل الشماليه، ولكن من يوم السبت هيبدا يبقى في طقس غير مستقر ان شاء الله نلقوا عليه اول باول. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه.